وبنصبح على حضراتكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة في انخفاض طفيف في درجات الحرارة. الطقس هيكون حار رطب نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وكمان السواحل الشمالية. شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وحار على السواحل الشمالية. بالليل الجو هيكون معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد. مائل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. النهاردة لسه في ارتفاع في نسب الرطوبة على مدار اليوم. في نشاط للرياح ببعض المناطق. الصبح في شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. عشان نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة معنا دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. يمكن النهاردة في انخفاض طفيف في درجات الحرارة، فهل في انخفاض أكتر في الأيام اللي جاية ولا هيبقى الوضع كده مستمر معنا كام يوم؟ وده خبر سعيد ان يعني ان بدات يعني درجات الحراره في الانخفاض شويه. هو بالفعل في مزيد من التحسن في الاحوال الجويه اليوم، لان متوقع ان يكون في تاثير اكتر للمنخفض الجوي للطبقات الجو العليا، هيعمل على انخفاض درجات الحراره. وجود بعض السحب المنخفضه والمتوسطه خاصه فترات الصباح اللي هتحمي جزء من اشعه الشمس وتساعد على تلطيف الاجواء بشكل كبير. ايضا المنخفض الجوي بيخلينا ما نحسش بارتفاع نسب الرطوبه الموجود في الجو، لان بيوزع الرطوبه في عمود الهواء ككل. اليوم العظمى على القاهره الكبرى متوقع ان هي تكون 33 درجه مئويه، احساسنا بيها ممكن يكون ما بين ال 35 36 درجه مئويه، فاجواء حراره رطبه على المناطق الشماليه، السواحل الشماليه، الوجه البحري، القاهره الكبرى. أجواء شديدة الحرارة على المحافظات الجنوبية، شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده خلال فترات النهار وتحديدا في فترة الظهيرة. التحسن الأكبر في الأحوال الجوية بنلاحظه خلال فترات الليل مع غياب أشعة الشمس، بيحصل طبعا انخفاض في درجات الحرارة. أجواء معتدلة تماما في معظم محافظات الجمهورية، لأن كمان بيكون في نشاط للرياح في معظم المحافظات، سرعاته ما بين 30 35 كيلو متر على الساعة. نشاط الرياح ده بيقلل احساسي بنسب الرطوبه بشكل كبير، فبيخلينا نحس بنسمات الهواء اللطيفه فترات الليل وحتى كمان لحد فتره الصباح الباكر. ما زالت الشبوره المائيه معانا هي الظاهره الجويه المؤثره فترات الصباح الباكر ساعات الليل المتاخر على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، لكن هي بتؤدي لانخفاض خفيف جدا في الرؤيه الافقيه، وايضا سرعان ما بتتلاشى مع سطوع اشعه الشمس. هي تقريبا 7 8 صباحا الشبوره المائيه بتتلاشى والرؤيه الافقيه بتتحسن على اغلب الطرق، ويمكن الاجواء اللي فيها تحسن دي مستمره معانا حتى يوم الثلاثاء المقبل ان شاء الله، لان مع يوم الاربع هيبدا ياثر علينا امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، فيبقى في ارتفاع تدريجي في درجات الحراره هيبدا معانا يوم الاربع ويستمر معانا على الاقل اليوم الجمعه القادمه، وهنبدا تاني نحس بالاجواء شديده الحراره، لان متوقع ان قيم درجات الحراره توصل ل 36 درجه مئويه عظمى على القاهره الكبرى. بس نسب الرطوبه في الاوقات اللي موجوده مع نهايه الاسبوع هتكون اقل طبعا، لان كتل معظمها كتل هوائيه صحراويه، هتكون نسب الرطوبه فيها اقل، لكن هتظل معاها اجواء شديده الحراره. ففي ارتفاعات في درجات الحراره، لان احنا ما زلنا في فصل الصيف، فصل الصيف ينتهي رسميا 22 سبتمبر، فلحد 22 سبتمبر هنفضل في تذبذب ما بين ارتفاع وانخفاض في درجات الحراره، لكن مجمل شهر 9 ان شاء الله بيكون في اجواء تحسن في الاحوال الجويه او اجواء معتدله عن شهر 8، بس مهم جدا ناخد بالنا ونتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس في فترات الظهيره، تحديدا من 12 الظهر لحد الساعه 3 4 العصر بقدر الامكان. لو انا موجود في الشارع يكون معايا غطاء للراس، شمسيه او كاب، اي شيء يحميني من اشعه الشمس المباشره. والفتره كمان دي فتره تقلبات جويه، لانها فتره انتقاليه ما بين الصيف والخريف، فمهم جدا المتابعه اليوميه للنشرات الجويه. صحيح. بنشكر حضرتك دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. تعالوا مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده في القاهره والمحافظات. في القاهرة العظمى 33 والصغرى 24، وهي أيضا نفس درجة الحرارة في العاصمة الإدارية 33-24. الإسكندرية 31-23، وفي العلمين الجديدة 30-23. مطروح 30-24، ودمياط 31-24. بورسعيد 31-24، والإسماعيلية 35-24.
في السويس العظمى 35 والصغرى 24 والعريش 31-24، في كاترين 32-17 وفي طوبة 32-26، حلايب 35-28 وشلاتين 39-30، شرم الشيخ 38-29 والغردقة 38-29 أيضا، في الفيوم العظمى 35 والصغرى 23 وفي بني سويف 34-23، الوادي الجديد 39-24 وأسيوط 35-23، سوهاج 36-25 وقنا 40-26، الأقصر 41-27 وأسوان 41-28 هي الصغرى. كده خلصت نشرتنا الجوية المفصلة، عودة ليكم مرة تانية باسانت ومصطفى ومتابعة باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا هلا، شكرا جزيلا. شكرا.